للحديث عن زيارة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنيد بلاسخارت لإيران والضغط لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في العراق، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أستاذ فاروق، بداية مرحبا بك، كيف تقيمون دبلوماسيا زيارة جنيد بلاسخارت ممثلة أو مبعوثة الأمم المتحدة في العراق؟ كيف تقيمون زيارتها لطهران؟ الحقيقة شر البلية ما يضحك. المسألة مسألة عراقية، والانتخابات انتخابات داخلية، انتخابات مجالس للمحافظات. ما علاقة إيران بتلك الانتخابات؟ ولماذا ممثلة الأمم المتحدة تعترف علناً أن إيران هي اللاعب الأساسي والذي يلعب الدور الكبير في العملية السياسية في العراق؟ إذن هو اعتراف ضمني بأن من يحكم العراق هي إيران وليست حكومة لا السوداني ولا قبله الكاظمي ولا المالكي ولا العباسي. إذا كان الأمر كذلك أستاذ فاروق، لماذا تصر الأمم المتحدة بمبعوثتها على بقاء وتلميع العملية السياسية في العراق إذا كانت هذه العملية صناعة إيرانية وسياقة إيرانية وإدارة إيرانية؟ الحقيقة تقريركم انتهى بجملة رائعة، وهي أن الهدف الأساسي للمبعوثة الأمم المتحدة والذين سبقوها هو البقاء على هذه العملية السياسية العرجاء التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على العراق من عام 2003 ولحد الآن. لذلك بلاسخارت ومن سبقها كان يعلم بشكل كبير أن هذه الحكومات لا تمثل الشعب، وليست هناك انتخابات حقيقية، وبالتأكيد هي شعرت جيدا في آخر انتخابات، نسبة المشاركة لم تتجاوز 18% في أغلب المحافظات، وقسم من المحافظات الجنوبية لم تتجاوز 12%. فإذا بلاسخارت هي تحاول الحفاظ على استمرار عملية سياسية هشة لا تمثل الشعب، إنما الحفاظ على من جاء به المحتل الأمريكي ومن دعمه وساعده ولا زال يساعده المحتل الإيراني. طيب أستاذ فاروق، بعد 20 عاما على احتلال البلاد لا تزال وظيفة الأمم المتحدة ليس لها شيء فاعل على الأرض يحقق مصلحة العراقيين. عندما طالب ثوار تشرين بإشراف أممي مثلا على الانتخابات كي لا تتزور مثلا، هذا الأمر هل يا ترى كيف ممكن أن يوثق بمبعوثة أممية تمثل بحسب ما يرى مراقبون يعني حكما متحيزا لفئة دون أخرى؟ هي بلاسخارت ربما هي أكثر من حاب الرجال الحكم في العراق منذ عام 2018 ولحد الآن، ربما من سبقوها أيدوا ودعموا، ولكن هذه دعمت الميليشيات، دعمت قادة كتل، كانت تزور قادة الميليشيات، تزور قادة الكتل المحسوبة والمدعومة من قبل إيران، ولذلك هي منحازة بشكل كامل. هي شاهدت أمام عينيها عمليات القتل والتنكيل والاعتقالات لثوار تشرين، فكيف ممكن أن تكون مثل بلاسخارت ممثلة للأمم المتحدة أو أن تكون لها موقف إيجابي تجاه شعب العراق؟ الحقيقة ربما هناك منظمات دولية، منظمات حقوق الإنسان، لكن أن تكون بلاسخارت تمثل الأمم المتحدة لا أعتقد، لأنها هي منحازة بشكل كامل للحكومة، وبلاسخارت هي أخرجت من وزارة الدفاع في بلدها لأنها اتهمت بكثير من ملفات الفساد، فهي أنا باعتقادي هي منحازة
وهي أنا كتبت تغريدة قبل سنوات، يعني بعد فترة من توليها، ذكرت بها العنوان ماله إذا تسمح لي: بلا سخافات يا بلا سخار، لأنه هي فعلا هي منحازة بشكل كامل إلى رجال الحكم، وهي تذهب إلى إيران للضغط على المالكي، وهي موجودة، المالكي موجود في بغداد والإطار موجود في بغداد. المفروض هي إذا كانت حريصة على العراق وعلى مصلحة الشعب العراقي أن تمارس الضغط على قادة الكتل الموجودين داخل العراق. يعني قبل أن نتحدث يعني عن ما هي يعني عوامل أو فرص أو إمكانية إصلاح دور الأمم المتحدة، هذا الأمر ربما يعني هو أمر بعيد يراه العراقيون بعيدا، لماذا؟ لأن الأمر ليس متعلق ببلاسخارت، هناك من شغل هذه الوظيفة ولم يفعل شيئا لصالح العراقيين. يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية لإصلاح دور الأمم المتحدة بما يريده المواطن العراقي وليس بما يريده المسؤول العراقي أو الحكومة في العراق؟ الحقيقة أن الأمم المتحدة موقفها ليس الآن، موقفها منذ عام 90، ولحد الآن كانت موقفها موقف سلبي تجاه العراق، موقف سلبي أيام الحصار. كلنا نتذكر فرق التفتيش، كلنا نتذكر كيف كانت تمارس أساليب قسرية وأساليب سيئة تجاه شعب العراق بما يتعلق بالحصار اللي فرض على العراق بعد عام 91. ولكن بعد 2003 أصبحت الأمم المتحدة تمارس نوع آخر من المحاباة لما كانوا يطلقون على أنفسهم المعارضة العراقية من خلال تأييد هذه الحكومات اللي اجت من عام 2003 ولحد الآن، من خلال التأييد، لأننا كلنا نعلم أن هذه المنظمة الآن وسابقا كانت يعني منذ عام 1990 ولحد الآن من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل كبير على هذه المنظمة، وأصبحت إذا بلاسخارت أو غير بلاسخارت تمارس ما يطلب منها من قبل أمريكا، ولكن لا تمثل آراء الأمم المتحدة أو دول الأعضاء في الأمم المتحدة. نعم، شكراً جزيلاً لك دكتور فاروق فتيان الراوي، كنت معنا عبر سكايب. أهلاً وسهلاً. من أثينا. الدبلوماسي والأكاديمي العراقي، شكراً.